السلام عليكم. اليوم عندنا درس تمهيد للطرح، لعملية الطرح. طبعاً خلصنا إحنا الجمع الحمد لله، وراجعنا أكثر من مرة وقلنا الجمع إنه نضيف الرقم الأول فوق الرقم الثاني على الرقم الثاني، بنجمعهم بصيروا مجموعة كبيرة. فلكن الطرح عكس الجمع، الجمع إنه منحط فوق الرقم وبكبر الرقم، لكن الطرح بناخد من الرقم فالرقم بيصغر. مثلا عندنا هون كرتين، عندنا كرتين، أخذنا نقصنا كرة، اثنين كانوا اثنين، نقص واحد، اثنين ناقص واحد، قديش بقي؟ واحد. إذن اثنين ناقص واحد يساوي واحد. طيب هلأ لو كان عندنا كمان عندنا اسفنجات هون، كم اسفنجة؟ شكل كم شكل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندنا أربع أشكال اسفنجية، العدد اللي عندنا أربعة. أجوا هدول الأربعة، أنا أخذت منهم اثنين، الأربعة هدول أخذت منهم اثنين، فكم بقي من الأشكال الأشكال الإسفنجية؟ بقي اثنين. إذن العدد الكبير اللي كان بالأول أربعة، أربعة ناقص اثنين، نقص اثنين، إمنا اثنين، كان أربعة، إمنا اثنين، أربعة ناقص اثنين يساوي قديش باقي؟ باقي اثنين. إذن أربعة ناقص اثنين يساوي اثنين. لو كان عندنا هدول الأساور المطاطية، نعدهم كم واحدة؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هاي تسعة وهي عشرة. عندنا عشر أساور مطاطية، نقصوا قديش؟ نقصوا أربعة، هي أخذنا منهم، إمنا منهم قديش؟ هي واحد، اثنين، وهي ثلاثة، وهي أربعة. إمناهم من العشرة، يعني العشرة نقصوا أربعة، عشرة ناقص أربعة قديش بقي من العشرة؟ لما نقصنا من العشرة أربعة بقي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بقي من العشرة ستة. إذن هاي تمهيد الطرح. إشارة الناقص هي كالتالي، هي إشارة، بدنا نكتبها إشارة الناقص، عبارة عن خط شحطة أفقية قصيرة. نعم، هذه هي، لحظة، هذه هي إشارة الناقص. فرضاً عشرة ناقص خمسة، عشرة ناقص خمسة، نضع الصغير في عقلنا، نضع الصغير الجمع، كنا نضع الكبير في الطرح، نضع الصغير في عقلنا ثم نطلع درجات، عدد الدرجات حتى نصل إلى الكبير. هنا الصغير في عقلي، نطلع درجة، الدرجة السادسة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. كم درجة احتاجت حتى أصل إلى العشرة؟ أعد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، يكون هي الإجابة خمسة، اللي هي عدد الدرجات. نعم، خمسة عدد الدرجات. يعطيكم العافية، هذا تمهيد. لساتنا عندنا حصص قادمة عن الطرح، بنعرف مفهومه أكثر. يعطيكم ألف عافية.